طبعا جاي اشتري لي ملابس من اثنك، قاعدة اشوف الملابس ماني عارفة صراحة ايش اخذ، حتى هذي جو معايا. لاقي شيء صراحة لين دحين دورت فوق كله دحين نازلة تحت. هذا البراند اسمه اثنك، مرة حلو صراحة للملابس النسائية، مرة مرة ملابسهم حلوة تجنن، أنصحكم فيها. كيف هذا اللون الخلفي؟ بلاش حد يمسكي. يس يس ب 16000. جينا هنا نشوف في كاردي يمكن نحصل شيء، وجدت لي بلوزة هنا نشوف في كاردي. فلوس ما عندي، فلوس خلص فلوسي خلص. فلوسي 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 طلبنا عصيرين بهذا السعر، طلبت هذا وهذا، بقالي من 1000 روبية 130 روبية. أنا بان حلوة صح؟ أحلى من أختي صح؟ ما أقدر أسوي زوم يا ضيف، ما أقدر أسوي زوم. أختي الحلوة قاعد تفرج مين الأطفال الصغيرين ورا، أوريكم. بتشوي دلاؤه دلاؤه قعدتهم إيه. هو العصير اللي طلبته موز مع شو اسمه مع تمر، وهي طلبت لها ستوبري الأخت عيوش، بالعافية علينا. يلا نذوق ونعلمكم كيف. أول مرة ترى أذوقه ما شاء الله، أول مرة أذوقه لو سمحتوا، أول مرة أذوقه تفضلوا. أول مرة أذوقه طرحتي عدم طرحتي الله، حتى هذه رماته. ثلاثة هيك يا ابو التمييزية. ليش كذا عيوش؟ مرة عجبني. خلصت العصير حقي ولسه العيوش. عيوش ما خلصت تقهر، وانا وراي شوبينج، انا بروح بشتري لي اكسسوارات، بشتري لي شو اسمه بيجامة، مرة لازم خلص بسرعة. مرة عصيرة مرة حامض، لأنه ستروبري مرة حامض. أنا عصيري مرة كان يامي يجنن. ليش كده يا الله؟
انا عصيري مره كان لذيذ، احب العصير الموز بالتمر والمكسرات، شيء خيالي. اروح داينرز واروح بشتري لي الاشياء الباقيه من داينرز. داينرز باي سوهان. هذا المحل جيته المره المليون اقسم بالله، من يوم ما بدأت تجهيزات العيد للمرة المليون جيتو. لحلق وبعض الأشياء. الحين خلاص بنروح البيت. فعاليات العيد عندنا شوفوا أسعارهم مرة صارت مرتفعة. هذا أكلنا، هي تأكل رول فراتا وأنا قاعدة أكل حب تنزيب. هذا العيش بالبابا بانيني، بانيني مرة يجنن صراحة. ركشة رايحين بالركشة جوز خلاص بروح البيت لأنه مرة تعبت مرة تعبت مرة مرة تعبت. خلاص اشتريت الحمد لله أغلب الأشياء اللي كنت محتاجتها اشتريتها. دحين طلعت 1000 روبية عشان اقدر اروح اشتري لي كم شيء للبيت وخلاص ارجع البيت. مره تعبت جايز مره تعبت. انا طبعا وقفنا في الطريق عشان ناخذ لي عصير قصب السكر، مره احب هذا العصير مره اموت فيه. فقلت له يسوي لي مع الزنجبيل والنعناع والليمون، مره يكون خيالي طعمه. اخيرا 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 رجعت البيت، فالحين راح اوريكم المشتريات اللي انا اشتريتها اليوم، وان شاء الله بكره راح اروح السوق مره ثانيه وراح اسوي لكم فلوق ثاني، لانه اليوم الفلوق مره حيطول وانا ما راح اقدر يعني اصور فلوق مره طويل امنتج. فاليوم راح اوريكم ايش اشتريت، وان شاء الله بكره اذا رحت اصور فلوق ثاني وراح اوريكم. وهذا هو ما ادري حيبان زي الناس ولا لا. دقيقه اروح لكم عند الضوء. طبعا اذا لبست البلوزة مع السروال الابيض راح اوريكم باذن الله. وحاليا اشتريت لي بس هذه الاشياء، ان شاء الله بكره راح اروح اكمل اشيائي لانه من جد مره مره تعبت فعلا. يعني انا مره انكسرت 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 مره، ما كان فيني طاقه خلاص. انا مره صايره مره تعبانه الفتره الاخيره، فتعرفون انا مره تعبانه كذا ولا كذا، اخذ ادويه كل يوم احس مره بتعب مره بتعب غريب، فهمتوا؟ فادعوا لي ان الله يشفيني وبس. والله حاليا اشتريت هذه الاشياء، بكره راح اصور لكم اشياء ثانيه اللي اشتريتها وبس والله.